قصتنا اليوم بحبوها الصبيان كتير. شو هي؟ بي بلايد صراع البلابل. قصة كتير حلوة عن الرسوم الكرتونية المعروف كتير والمشهور كتير بي بلايد. بس قبل ما تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب. يلا نبلش قصتنا مع بعض. هي بتحكي عن الرسوم الكرتوني الشهير المعروف الياباني معروف كتير بصراع البلابل. هو رسوم كرتوني ياباني يحبه الأطفال الصبيان كثيرا وينتظرونه لأنه يجذبهم لما فيه من حركات وسباقات وقوة وسرعة ومغامرة ومنافسة. إنه صراع البلابل حيث يقوم عدة أولاد. شوفي فرجينا عدة أولاد يلا الرفقة مع بعضهم. إنه صراع البلابل حيث يقوم عدة أولاد بخوض مباراة وسباقات تدعى سباقات البلابل، ويمتلك كل فرد منهم بلبل خاص به. فرجيني يا لانا ولميس البلابل تاعولن، كيف البلبل بيكون؟ أنا عندي واحد هيدا. هيك البلابل بتكون. ويمتلك كل فرد منهم بلبل خاص به ويقوم بخوض التحدي مع المنافس الآخر في مشهد حماسي رائع للغاية، والرابح هو الذي يكون بلبله أقوى ويبقى يدور مدة أطول. المسلسل الكرتوني يقوم على مشاهد تصويرية خيالية عالية الدقة والجودة والإثارة، ويفوز بالنزال ما يكون بلبله أقوى وأمتن حيث يكون السباق في حلبة كبيرة ومذهلة. اللعب في البلابل ممتع جدا لدى الأطفال، ولكل ولد بلبله الخاص به ويطلق عليه اسم معين ويعتني به ويطوره ويقويه كي يفوز بالسباق وينتصر على خصمه. إنه تحدي كبير بين الأطفال والأولاد. إنه الرسوم الكرتوني المحبوب لدى الأطفال الصبيان. إنه بي بلايد أو صراع البلابل. هو رسوم كرتوني ياباني مميز ومثير وفيه من الإبداع الخيالي والتصويري، حيث يصف للمشاهد كيفية طيران البلابل. لا نفرجون كيفية طيران البلابل في مشهد في غاية الروعة. نعم هكذا يكون التصوير في رسوم بي بلايد. في نزال أشبه بنزالات المصارعة وسباقات السيارات العالمية، لكن هنا نتحدث عن بلابل متطورة ومؤلفة من عدة طبقات تجعلها فائقة السرعة والتقنية. معظم الأطفال الصبيان يحبون مشاهدة هذا الرسوم الكرتوني، وخاصة في عصرنا الحالي عصر السرعة والتطور. وصار الأطفال والأولاد يقلدونه ويشترون البلابل المميزة المختلفة والمتنوعة من حيث الشكل واللون والحجم، وباتوا يقومون بمنافسات فيما بينهم مقلدين بذلك الرسوم الكرتوني المفضل لديهم، وهو بي بلايد أو صراع البلابل. وهيك بنكون حكينا عن الرسوم الكرتوني بي بلايد أو صراع البلابل. وهيك قصتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها وتعجبكم. بس قبل ما تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب. بنحبكم، صورونا بحلقة جديدة من ماما مروة ولانا ولميس. بنحبكم، باي باي.